هو عدة شبهات وعدة فهمتني اتهامات بالنسبة لحمادي جبالي ومن معه. من هو حمادي جبالي؟ تونسي. لماذا لا يحاسب؟ إذا عملت بيدو القضاء يأخذ مجراه. ما هو حمادي جبالي؟ على راسه ريشة؟ هو ولا غيره؟ من أساء في تونس فهو يخلص. فلا عاش في تونس من خانها، نقولوا فلا عاش في تونس من أفسد فيها. حمادي جبالي تحوم عليه عدة شبهات، منها القتل، منها تبييض الأموال، منها صنع المفجرات. لذا هذا الشخص لا نرجو منه خيرا في تونس، يلزم البحث والقضاء ياخذ مجراه. كان متوقع وكان يتم، جاء مؤخر شويه ولكن المهم انه جاء. معناتها بصراحة في عهده هو معناتها اغتيالات سياسية وإجراء شجاع برشا برشا أنه يقوم بهالإيقاف هذايا، وأنا متأكد أنه وراء الإيقاف هذايا باش تطلع برشا ملفات كبيرة برشا. عنده ملفات سوداء يعني مليئه مليئه بال 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 بالاغتيالات وبالفساد المالي والتبييض الاموال وكل شيء. والرئيس الحالي هو بطبيعه الحال استاذ قانون، ولا استاذ قانون ما يتمش الاذن بايقاف اي شخص الا بعد دراسه الملف نتاعو وبعد ثبوت ادله الادانه نتاعو، فيتم ايقافه وعرضه على تحقيق، سيعرض على التحقيق على القضاء، سواء القضاء المدنية والقضاء العسكري، سي طبيعي. وهذا المطلب راهو مطلب شعبي ملح، محاسبة. يجيو يسرحونا يقولوا علاش شديناه وها 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 وها، فهمت؟ مش يشدوه في المهموطة ويخليوه وبعد يصيبوه ما نعرفوش علاش ويسكتوا علينا برشا قضايا، فهمت؟ يا خويا يخرج يشوف كان فما متورطين في الحكايات هذه كما من القضاء من الواحد زاد يعلن عليهم، فهمت؟ يقولوا هاو علاش هاو علاش ويجبد الملفات ويوريها للشعب، لازم يصارح الشعب، لازم يصارح الشعب باش يعرف اش فما ما فماش. فما الرقعه